السلام عليكم أعزائنا أهالي منطقة في الجزر الأربعة. هذا المجسر أو الجسر مال كباسي، إن شاء الله سألت الأخوة بشركة النرجس، قالوا خلال تقريبا 3 أيام راح يتم الشروع فيه، إن شاء الله فترة قصيرة راح يكون جاهز حتى يتم ربطه بالشارع لإيصاله مباشرة إلى مفرق الكباسي ومن يتفرع المناطق البقية. إن شاء الله توفيق لهم يا رب، وأكيد نتمنى التوفيق أيضا لمناطقنا العزيزة منطقة الجزر الأربعة. أخوكم الإعلامي حيدر الخفاجي.